علاقتي بشغلي علاقة روحية، مش علاقة عمل ونتيجة وفلوس بس. هو فتح المحل وقعد فيه شهر واحد وتوفى، وأنا كنت عم بشتغل بإحدى المطاعم ببيروت الفخمة جدا لأتعلم من الشغل. جيت انتقلت لهون وبعدني مستمر لحد هلا. مرقنا بصعوبات كتير عديدة أيام الحرب، من التسكير ومن القصف المدفعي كان مشؤومي، قطعت مراحل. واجت سنة ال 82 اجتياح الإسرائيلي، كمان ضربنا، سكرنا سنة أكثر من سنة. قبل الاجتياح الإسرائيلي كمان طلع العمل والانفجار بالشارع هون قدام منا، سكرنا 6 أشهر. مرقنا بصعوبات، مرقنا بصعوبات، بس أسهل من اللي عم نمر فيه هلا. بس قطعت والحمد لله ما في مشكلة، بعدنا مستمرين هون. اسم وصل لمحل نشكر الله عليه.